صباح الفل ليك يا جمانة. وطبعا كلنا زي ما بنشوف الايام اللي بيبقى فيها افتتاحات وبتبقى فيها الصوره زي ما بنقول خضرة، بتكون ايام مبهجه جدا. الايام المبهجه دي بتزداد البهجه فيها لما تكون هذه المشروعات او الافتتاحات مشروعات زراعيه. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي، ده ضمن المشروع العملاق والمخطط العملاق الدلتا الجديده. الصوره بطبيعه الحال كانت مبهجة ومبشرة جدا. على مدد الشوف هتلاقي آلاف الأفدنة اللي كانت زمان صحراء وصخور وتحولت إلى مساحات خضراء وزراعات، تتكلم في 350 ألف فدان يا جمانة، من أصل مليون فدان هيتم زراعتهم. أعتقد ده اللي عملناه، 350 ألف من أصل مليون هيتم زراعتهم بعد كده. صحيح يا مصطفى، ودايما يعني عشان تقدر تحكم على مشروع يبقى فيه عدة عوامل عشان تقدر تقيم هذا المشروع. المشروع ده عظيم فعلا، مشروع كبير جدا. ليه مشروع كبير؟ من أهم العوامل دايما بنبص عليها هو عامل التوقيت. التوقيت الحقيقة يمكن العالم كله في ظل أزمات عديدة دلوقتي موجودة، إن كان الأزمة الروسية الأوكرانية، إن كان أزمة تغير المناخ، إن كان أزمة كورونا اللي حصل ساعتها وقف كمان لشحن السلع الغذائية، وكان في مشاكل كتير جدا. شفنا إنه الدولة ليها رؤية واستراتيجية، استراتيجية هامة جدا، يمكن هي كانت بخطوة سابقة بخطوة كمان إن هي تقدر ومتجهة ناحية إن إحنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي، اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية، إن إحنا كمان حتى نقدر نوفر لنفسنا موارد إن كانت للطاقة أو موارد في شتى القطاعات عشان نقدر إن إحنا نعتمد على نفسنا، ما نعتمدش أبدا على الغير زي ما دايما سيادة الرئيس بيقول. لما بنقول إنه هذا المشروع جه في وقته لأنه بمنتهى البساطة بيساهم في تأمين غذاء المصريين، زي ما قلت لحضراتكم في وقت العالم كله عنده أزمة غذاء وأزمة توريد سلاسل غذائية، وده جزء من المشكلة. المشروع بيوفر منتجات زراعية بجودة عالية، بيحقق الأمن الغذائي، كمان بيساعد في الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الاستراتيجية، ودي نقطة مهمة جدا مصطفى. دلوقتي يمكن الوقت الراهن أثبت أنه لا غنى عنها. صحيح صحيح، متفق معاك جدا. وخصوصا الناس تقول لك انتوا بتعملوا يعني ايه كباري وطرق، كباري وطرق، ومش عارفين، فاكرين ان الحاجات دي مره واحده تم افتتاحها. صحيح الكلام ده يا جماعه من 2014، احنا بنتكلم في مشروعات تم التخطيط ليها والوضع حجر الاساس ليها من سنه 2014، ربما احنا بنجني ثمارها الان. المواضيع ما كانتش بس طرق وكباري، المواضيع كان في صحة، كان في تعليم، كان في عدد كبير من المجالات، الصناعة طبعا، مشروع توطين الصناعة. فكل المشروعات دي ربما ماشية في ايه سكك متوازية. اللي بنحصده النهاردة من المشروعات الزراعية تم التخطيط ليه والبداية ليه من سنة 2014. من أهم المزايا الاستراتيجية للمشروع اللي تم افتتاحه امبارح هو موقعه الجغرافي. موقعه الجغرافي يعني بيأكد رسائل مهمة جدا، وجوده على الطرق السريعة علشان موضوع الشحن. المشروع موجود على امتداد طريق محور رود الفرج الضبع الجديد، يعني من الآخر كده قريب من القاهرة، قريب من مدينة 6 أكتوبر، وقريب من اسكندرية والمواني التانية. وبالتالي ده بيسهل جدا وصول مستلزمات الإنتاج، بيسهل وصول المعدات الزراعية، بيسهل إنك تنقل منتجات المشروع سواء للأسواق الداخلية أو مواني التصدير. الطرق الناس اللي بتتكلم عليها دي هي أكتر وسيلة، أو هي الوسيلة الوحيدة اللي هتعرف من خلالها تودي وتستورد وتجيب وتصدر وتخرج بالسلع من غير ما يبقى فيه أي عوائق مرورية أو مشاكل في الشحن في هذا الأمر. صحيح مصطفى، كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أمس أنه فكرة وجود مشروع قائم بذاته كده لازم يعني زي خلينا نقول بلغة بسيطة كده وبلغة دارجة بيخدم عليه عوامل كتير جدا، منها الطرق زي ما كان مصطفى بيتكلم مع حضراتكم، بالتالي هيكون في تجمعات سكنيه لانه في ناس بتشتغل في هذه المشروعات، بالتالي هيكون في مصانع، بالتالي هيكون في عمران في هذه المنطقه، بالتالي هيكون في مدارس، هيكون في مستشفيات. فالمنطقه دي هتختلف تماما، هنلاقي ان في ناس عايشه هناك، تجمعات سكنيه وتجمعات عمرانيه جديده اتفتحت، افاق ثانيه خالص اتفتحت، واكثر ابعد من فكره ان احنا بنحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجيه، وده في حد ذاته اصلا هدف كبير جدا. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، المشروع بيوفر بالفعل الاف من فرص العمل، يعني تحديدا 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة و10 آلاف فرصة عمل مباشرة. في جانب آخر كمان أنه بيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
لسه كمان في المراحل اللي جاية هتوصل مساحة المشروع لمليون وخمسين ألف فدان، وده يمكن خلينا نقول ده جزء من المشروع. احنا بنستهدف كمان 2 مليون ما يفوق ل 2 مليون فدان، فبالتالي هيقدر نحقق نقله كبيره جدا في انتاج السلع الزراعيه وتوفيرها في السوق. يعني زي كمان كنا بنتكلم امبارح مصطفى في الحلقه، كنا بنتكلم على فكره قطاع الدجاني في مصر، وكان عندنا بنتكلم في مشكله الاعلاف. حتى ده هيقدر هذه المشروعات الزراعيه هتقدر ان احنا توفر الاعلاف اللي احنا بنتكلم عليها اللي بالفعل ارتفعت اسعارها بشكل كبير. فده هيخلي ايه زي ما بنقول كده اللي يهم المواطن الاسعار، اسعار السلع، ده هيؤدي انخفاض اسعار السلع لان احنا عندنا وفره في كل السلع الاستراتيجيه. على اي حال ده يعني هذا المشروع الحقيقه افتتاح مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي كان حدث هام جدا امبارح وحدث يدعو للتفاؤل، فحبينا نبدا بيه حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر مع حضراتكم. نصبح على حضراتكم مره تانية صباح الخير والسعاده. صباح الخير يا مصر.